الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ومن علينا ببعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه، هدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربه وهداهم إلى الصراط المستقيم، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واقتفى أثره وترسم خطاه واتبع سنته عليهم جميعا صلوات دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كفر وألهى، فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتباع أمره واجتناب نهيه، كما أوصيكم ونفسي بطاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء به واقتفاء أثره، فإن في طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سعادة في الدنيا والآخرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققها لنا ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله عز وجل في محكم آياته وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله بما تعملون خبير. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أيها الإخوة الأحباب، آيات بينات من سورة المائدة، وسورة المائدة تتحدث في كثير من آياتها عن الإسلام وعن علاقات المسلمين مع غيرهم وعن أمور ينبغي للمسلمين أن يلتزموا بها مع بعضهم وفي مجتمعهم. والآيات التي معنا تستحث المسلمين على أن يكونوا قوامين لله،
ومعنى قوامين لله أن يزنوا كل أمر من أمورهم حسب أوامر الله عز وجل، فلا شفق ولا غلو ولا بعد عن شرع الله ولا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمل المسلمين بهذا الميزان، ميزان أمورهم حسب أوامر الله عز وجل وحسب توجيهات كتاب الله تبارك وتعالى وحسب أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ما التزموا بهذا المجال وساروا في هذا الإطار كانوا فعلا قوامين لله، أعمالهم كلها إنما هي تتبع أمر الله عز وجل. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أعمالكم لابد أن تكون موافقة للعدل، ونحن أمة العدل وأمة السماحة وأمة الرحمة، تعلمنا هذا من توجيهات ربنا في كتابه وتوجيهات نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. ليس العدل غريبا عن ساحتنا، نحن الذين عرفنا العدل الحقيقي دون تزييف او تزوير او تشويه. لماذا؟ لاننا لا نتعدى التوجيهات التي رسمها لنا ربنا وحثنا عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن في عدلنا امناء، ونحن في عدلنا انما نلتزم بالعدل الحقيقي الذي لا يشوبه خلل ولا اختلال. أرأيتم إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو يوزع بعض غنائم إحدى الغزوات، يأتيه واحد من المسلمين ويظن أنه يوجه خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له: يا محمد اعدل. واحد، لقد كان رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه يتحمل كثيرا في سبيل هذه الدعوة. الرسول يوزع الغنائم، فيأتيه واحد: يا محمد اعدل. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل. ثم يدعو على نفسه ويقول: غبت وخسرت إن لم أعدل. الرسول صلى الله عليه وسلم: غبت وخسرت إن لم أعدل. كان ينصف صلوات الله وسلامه عليه الرعية للعدل من نفسه، بينما كان صلوات الله وسلامه عليه ينظم صفوف الجيش، وإذا بواحد اسمه سواد يراه الرسول صلى الله عليه وسلم بارزا من الصف، تقدم. حتى في الجهاد مطلوب أن تكون الصفوف منتظمة وألا يكون فيها تقدم أو تأخر أو إعوجاج، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يضرب بيده هكذا بنصف
ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم عنيفا مع صحابته ولا مع أي أحد، وإنما كان لطيفا يقول له استوي يا ثواب استوي، وإذا به يقول بثواب هذا الصحابي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد آذيتني وآلمتني. قال ما الذي تريده يا ثواب؟ قال أريد أن أقتص منه عدالة. قال لك ما تريد يا ثواب، افعل مثل ما فعلت بك. قال له لكني أريد أن أضربك على بشرتك، اظهر لي البشرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع له عن جسده وبدنه، وإذا بسواد هذا يعانق الرسول صلى الله عليه وسلم ويقبل جسده، فيقول له ما حملك على هذا يا سواد؟ إنني أردت منك أن تقتص. قال والله ما هو إلا ما ترى يا رسول الله من القتال، وربما أستشهد في هذه الغزوة، وأحب أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جسمي جسمك. أيها الإخوة الأحباب، هذه عدالة ديننا تطبق على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لتعلم الدنيا كلها أن العدل الذي جاء به الإسلام إنما هو عدل متفرد متميز، لا يميل مع الهوى ولا مع الشهوة ولا يميل مع الآخرين لقرابة أو صلة، وإنما عدل متجرد لله رب العالمين. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عرف الصحابة رضوان الله عليهم هذا السلف الصالح، هذا الرعيل الأول الرائع الفريد المتفرد في كل تصرفاته، عرفوا هذا فما حادوا عن العدل لا يمنة ولا يسرا، كانوا عدولا مع أنفسهم مع أهليهم مع أولادهم. وأنتم تسمعون تماما ما قاله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه لبشير بن النعمان عندما جاء يطلب منه أن يشهد على عطية لأحد أبنائه، قال له اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. اعدلوا بين أبنائكم، ساووا بين أبنائكم حتى في القبل. توجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام. صحابة رضوان الله عليهم بعث رسول محمد صلوات الله وسلامه عليه عبد الله بن رواحة ليخرص تمر يهود خيبر، يخرص يقدره ويأخذ عليه المقدار المطلوب ليعود به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا باليهود عندما وجدوا عبد الله بن رواحة قدم على محلتهم قدموا له بعض ما يقدمونه، لكن الصحابة رضوان الله عليهم عندما يوفدون في أمر ما كانوا يتساهلون في هذا الأمر، فسأل عبد الله بن رواحة اليهود ما هذا الذي تعطون من جبال؟ قالوا هدية، هدية بيني وبينكم المحبة أو المودة حتى أنكم تهدون، ده أنا جاي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتيتكم من عند رسول الله
وهو أحب الناس إليه. معه؟ فقال لهم بوعي المؤمن وفكر المسلم وشعور المسلم الفياض الحساس، قال لهم: أتردون أن ترشوني يا أحفاد القردة والخنازير؟ عايزين ترشوني؟ أنا جئت من عند رسول الله، ما جئت لهدية، وإنما جئت أخذ حقا قد ضربه عليكم رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أتريدون أن ترشوني يا أحفاد القردة والخنازير؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض إلي من أمثالكم ومن أعدادكم من القردة والخنازير. وما يمنعني حبي لرسول الله وبغضي لكم من أن أعدل فيكم. ما يمنعني حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم من أن أعدل فيكم؟ لماذا؟ لأن الإسلام علمني إذا كان بيني وبين آخرين عداوة أو بغضاء، لا تحملني هذه العداوة وهذه البغضاء على أن أعطيهم حقهم بمقدار العدل. ولا يجرمنكم شنآن بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا منكم تجاوبوا مع هذه الأوامر الإيمانية العدل حتى مع الأعداء. ونحن عندما نرى تصريحا لواحد غير مؤمن يقول إن الإسلام هو الذي يصون الديار ويحفظ الدماء ويفعل كذا وكذا من الخيرات للبشرية، ليس هذا بدعا ولا غريبا، فنحن بإسلامنا وبتوجيهات ربنا وإرشادات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نثق كل ثقة فيما أخبرنا به ربنا وما نبهنا عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كنا لا نهون ولا نقلل من تصريحات غير مسلم عندما يقول الإسلام هو حل كل مساوئ البشرية، الحل لكل مساوئ البشرية موجود في الإسلام، عندما يقول هذا لا نهون. والفضل ما شهدت به الأعداء. أيها الإخوة الأحباب، وعندما نقول إن الإسلام دين العدل، دين السماحة، دين الرحمة، فنحن نرى أن رحمة الإسلام شملت كل شيء في جنبات هذه الدنيا حتى البهائم والعجماوات. اسمعوا ذلك جيدا. يقول رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. تدخل النار لأنها ظلمت ولم ترحم هذه الهرة، هذا الحيوان. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ومن تراثنا في الرحمة البالغة المتناهية أن نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه يقول: رأت امرأة بغي كانت تحتاج إلى الماء، رأت بئرا فنزلت لتشرب من هذا البئر، وعندما أرادت الانصراف وهمت بالمسير رأت كلبا يلهث من شدة العطش، فخلعت موقها أي خفها ثم ملأته ماء وأتت به وهي بغي، امرأة تتاجر في عرضها وتأكل من تأكل
من هذا من صيانتها لعرضها تأكل بالحرام. فلما سقت الكلب نظر الله لها فغفر لها ذنبها. فيسمع واحد من المسلمين: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ قال: نعم، لك في كل كبد رطبة أجر، لك في كل كبد رطبة أجر. أيها الإخوة الأحباب، هذه رحمة الرحمة الكاملة التي عرفناها من توجيهات ربنا وإرشادات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وصدق الله العظيم إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يقل العرب فقط ولا للعجم، وإنما للعالمين رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنما أنا رحمة مهداة، صلوات الله وسلامه عليه. نقول هذا ونعرض هذا لتعلم البشرية كلها وليسمع من لم يكن يسمع أن ديننا هو الذي قرر العدل وهو الذي قرر الرحمة، ونحن بالدين لنا قيمة ووزن، وبدون الدين لا وزن لنا ولا قيمة بين الأمم. مع القرآن الكريم: ومن أحسن قولا، أنا عندما أرى الذين يصرحون بأن الإسلام بكل ما فيه من إرشادات وتوجيهات وما جاء فيه في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرح غير المسلمين بأنه هو الصالح لقيادة وريادة البشرية وإصلاحها مما تردت فيه من مساوئ، أقول: يا سبحان الله، أين المسلمون من هذه الكلمات ومن هذا الإقرار؟ أين المسلمون؟ لا، نحن لسنا في حاجة إلى أن يعرفنا أحد بديننا أو توجيهات ربنا أو إرشادات نبينا، فقد حسم الأمر في كتاب الله. اسمعوا الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ليس هناك أحسن من هذا، إنني من المسلمين. لما نكون أقول أعمل العمل الصالح وأدعو إلى الله وأقول إنني من المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، ولنمضي على طريق آخر. عرفنا العدل في ديننا، العدل المتفرد والمتميز، وعرفنا الرحمة من ديننا، الرحمة المتفردة والمتميزة حتى بالبهائم. وفي أثناء الحرب يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم جنوده ويقول لهم: ألا لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا هرما، عجوز، لا تقتلوا وليدا طفل ولا امرأة، نحن لا نحارب نساء ولا نعتدي على حرمات. اسمعوا، هذا هو قرار الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا هرما، وإذا رأيتم أناسا يعبدون الله تعالى من غير المسلمين فاتركوهم وما يعبدون الله عليه. لا تهدموا صومعة ولا تهدموا كنيسة، هذا هو إسلامنا. فأين نحن من هذا الإسلام؟ وأعداء الإسلام بقروا بطون نسائنا، بل وذبحوا أطفالنا، بل وهدموا ديارنا، بل وأحرقوا جثث الموتى. أين نحن من الإسلام؟ وأين العالم الغربي وغيره من هذه المعاني التي قررها ربنا وحثنا عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ سماحة، في عندنا سماحة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ربنا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم: خذ العفو، أنت متمثل، أنت يا محمد عليك أن تتمثل العفو. كان صلوات الله وسلامه عليه
أشد الناس عفوا عندما يوجه إليه أمر حتى من صحابته صلوات الله وسلامه عليه، حتى من الأعداء أيضا. يأتيه أحد المسلمين الذين أسلموا حديثا وإذا به يشد حاشية الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أفطرت حاشية الثوب في رقبته، ويقول له يا محمد اعطني من مال الله. أمر عجيب يأخذه بشدة وهو من المسلمين، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه باسما ويقول اعطوه، فأعطاه. ثم قال له أعطيناك؟ قال لا. قال اعطوه مرة ثانية، أعطاه. ثم أعطاه، ثم طلب مرة ثالثة، قال أعطوه فأعطاه. قال أوفيناك؟ قال أوفيت، أوفى الله لك. بعد ما إيه؟ بعد ما أساء في معاملته مع أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، كانت هناك السماحة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ربما تقولون هذا التعامل مع المسلمين فقط. جاء أحد الذين كان لهم دين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين، كان له دين، جاء يتقاضاه، وطلب منه الدين بأسلوب جاف غليظ. اعطني يا محمد، أنا الأداء حان وقت الأداء. يطلب منه بأسلوب جاف غليظ. وإذا بالصحابة رضوان الله عليهم أرادوا أن يؤدبوه، فقال لهم دعوا الرجل، فإن للحق قولا ولصاحب الحق مقالا. ثم أمرهم أن يعطوه مثل حقه. قالوا لا نجد مثل حقه يا رسول الله، بل أمثل منا أعطاك. قال اعطوه الأمثل، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة الأحباب، هذه معاني أردنا أن نقولها لكم بعدما سمعنا تصريحات رئيس الدولة حفظه الله وهو يتحدث عن الإسلام. الإسلام دين العدل، دين السماحة، دين الرحمة. قلنا إننا لا بد أن نعلم تماما أن هذا التصريح ربما يقوله في مواجهة ما سمع من أن أناسا قد صرحوا بأن الإسلام هو الحل، لكن بعض المسلمين قد شوهوا صورة الإسلام، واتخذ الأعداء من هذه الصورة أنهم شوهوا وجه الإسلام. نحن لا نحكم على الإسلام بأفراد، وإنما نحكم على الإسلام بالإسلام نفسه. أذكر لكم حادثة لصحافي يهودي في العصر الحديث أسلم، وعندما أسلم جاء إلى قومه من بني جلدته في النمسا، قالوا له ما الذي حملك على الإسلام؟ المسلمون فيما بينهم فيهم هذه الروابط المفككة، المسلمون فيما بينهم فيهم كذا وفيهم كذا، المسلمون ليسوا متعلمين، المسلمون ليسوا على مستوى النظافة، المسلمون ليسوا. فقال لهم لا تقولوا هكذا، لا تقولوا هكذا. بعدما عرف الإسلام أسلم وعاش في البيئة الإسلامية وعرف الإسلام فقها ومعرفة وحقيقة وسلوكا وأخلاقا وعبادة ومعاملة، قال لهم لا تقولوا هكذا عن الإسلام، فالإسلام عظيم، لكن المسلمين بينهم وبين الإسلام حواجز أنتم صنعتموها، والحواجز التي صنعتموها أنتم لن تعود بالضرر على المسلمين وحدهم، وإنما ستعود عليكم. ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. اسمعوا ذلك جيدا، الإسلام يدعو إلى العلم، بل يقول في مضامينه حاسا للمسلمين على العلم، يوزن مداد العلماء بدم الشهداء عند الله يوم القيامة. بقى المداد الحبر يوزن بدم الشهداء، أعلى شيء في الشهيد والدم، يوزن مداد العلماء
إذا من الشهداء عند الله يوم القيامة. والله يقول في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي أسلم بيدافع عن الإسلام يقول: ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أو كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم قال لهم: إذا أردتم أن تحكموا على الإسلام فخذوا الإسلام من القرآن، خذوا القرآن، خذوا الإسلام من السنة، خذوا الإسلام من أسلافه الصالحين وأفزاده العاملين من الصحابة رضوان الله عليهم. ثم قال هذه الكلمة: لم يكن المسلمون هم الذين جعلوا الإسلام عظيما، وإنما الإسلام هو الذي جعل المسلمين عظماء. أيها الإخوة الأحباب، كلمة أخيرة أختم بها حديثي مع المسلمين السامعين هنا، أقول: قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العز في غيره أذلنا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، هذا هو ديننا، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم بغض قوم على ألا تعدلوا. نقولها، هذه نصوص ديننا نحتكم إليها، ونريد غيرنا الذين يقولون عن الإسلام إنه هو الحل الوحيد لمشاكل البشرية، ما داموا يقرون بهذا فليحتكموا إلى إسلامنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وحكما، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن الكريم منهاجا ودستورا. رضينا بذلك. إن كانوا يعرفون هذا فلماذا لا يحاكمون أنفسهم إلى الإسلام؟ لماذا هتكوا أعراض المسلمين؟ لماذا هدموا ديارهم؟ لماذا غصبوا ديارهم وأموالهم؟ لماذا حرقوهم وذبحوهم؟ أيها الإخوة الأحباب، ثقوا في دينكم وفي توجيهات ربكم وإرشادات نبيكم، فالخير كل الخير في اتباعنا لأمر الله، والشر كل الشر في تركنا لأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا، الإسلام ده روح، الإسلام روح للبشرية كلها، الإسلام زكاة وطهارة للأمم جميعا، اسمعوا ذلك جيدا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أيها الإخوة الأحباب، حادثة أخيرة أختم بها حديثي معكم اليوم. سقطت درع لعلي بن أبي طالب خليفة المسلمين الرابع رضي الله عنه وأرضاه، زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها. سقطت درعه في أثناء الفتنة التي حدثت في خلافته، فوجدها مع رجل من أهل الذمة من غير المسلمين. قال له: يا رجل، هذه درعي، الدرع هذه درعي. هذا الذمي يعرف كيف تقام الحجة، إنه في مجتمع لا خلل فيه، إنه في مجتمع ليس فيه اختلال بين حاكم ومحكوم. قال له: يا أمير المؤمنين، ألك بينة؟ عندك بينة على إن الدرع درعك؟ قال: لا، ما في حد يشهد على ذلك، ما في بينة. قال: إذن الدرع درع. فسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قال: إذن نحتكم إلى القاضي، قاضي المسلمين، يعني من الدولة الإسلامية نحتكم إلى قاضي المسلمين.
توقف علي رضي الله عنه وارضاه ووقف الذمي وقف امام القاضي وقرر علي رضي الله عنه وارضاه خصومته. قال هذه الدرع دري وسقطت مني وانا عائد من النهروان ووجدتها مع هذا الذمي لكنه يماطل. فقال له القاضي كما قال الذمي تماما. قال له القاضي المسلم ألك بينه؟ عندك دليل وبينه على ان الدرع درع؟ قال لا. قال اذن الدرع درع من هي في يده؟ درع من هي؟ من يملكها؟ درع بتاعته. فخرج علي رضي الله عنه وارضاه لم يقل انا خليفة المسلمين ولا انا امير المؤمنين كيف تحكم علي بصالح هذا الذمي؟ لا. خرج. واسمعوا هذا الاثر الراقي. خرج وبينما هو كتفه بكتف الذمي يقول الذمي خليفة المسلمين وامير المؤمنين يقاضيني الى قاضي المسلمين وقاضي المسلمين يحكم لي على امير المؤمنين. والله ما هذه اخلاق بشر انما هي اخلاق انبياء. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. نحن بالاسلام كنا خير معشر قد هدمنا باسمه كسرى وقيصر. الاسلام هو الذي اعلى قدرنا. الاسلام هو الذي نصر العدل في ربوع الدنيا. الاسلام هو الرحمة المهداة. او الاسلام هو السماحة التي لا تعدلها سماحة. اسمعوا ذلك جيدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا او وضع له من المال. واحد معسر في سماحة. من انظر امهله معسر او وضع له شيئا من حقه كان يوم القيامة مع الذين يظلهم الله في عرشه يوم لا ظل الا ظله. ايها الاخوة الاحباب ماذا نتكلم عن الاسلام وعن سماحة الاسلام وعدالة الاسلام ورحمة الاسلام ان كانوا يصرحون بان الاسلام هو الذي يحل مشاكل البشرية ويقضي على مساوئها ومفاسدها فليتركونا وشأننا في اسلامنا وبلادنا وديارنا وليأتوا الينا وسيجدون خيرا وسيجدون قلوبا مفتوحة. نحن لا نحمل لاحد شرا ولا نبغي باحد ضرا فنحن لا نحمل الا الخير للبشرية. كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء. شهادة الإسلام ما يقولش كلهم شر. لا مش كلهم شر. مش كلهم شر. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. أيها الإخوة الأحباب لا يقول في نهاية الآية وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا سيأخذون ثوابهم أجرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوب أنفسنا وأن يهدينا سواء السبيل وأن يوجهنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بنا شرا فلا تمكنه يا رب العالمين ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير يا أرحم الراحمين. واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابه رسول الله اجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.